شلونكم فدوى؟ روحي أني أشبه جني. يوفا شلونكم فدوى؟ روحي لكم أكفو. حبا عباس أني والله أنزل أني أخاف. شنو صعدتني رجولة ومخاب؟ لا والله مو ترجول عيب. حبو يا رجال هذا جني. جنو جنيها مثل أوادم خطية يعني. إيش فيها؟ قلت شارت طعين فرعون طعين تم تخافين؟ هاي غرفة حسين والله يطلع بيها صوت. حسين وينه؟ عباس صدق تخاف؟ لا الله عليك. واحدة بالبيت واحدة بالبيت خلا أحط الماء دقيقة ظل وياك. أكيد إذا تكون واحدة بشنو؟ إيه بخزتنا. إيه يقولون حتى ماريا جنية خطية. صح صح والله. حبايبي بيتنا باردة. هاي ماي. هذا ماي. هاي شنو؟ أني ما شايف فيك شي بعمري. شنو يا أني مخربط إذا أشوفوني أم أني أم جيني. عباس رياجي لهم يخافون لولا مارك حبو هذا جيني كلها نخاف. شنو يعني جيني؟ جيني وينه؟ إحنا جيني خو ليش هذا كمغزن ثاني اقبال مغزن شنو هذا كمغزن طلعت الكفشة. اني كنت نايمة حبايبي. باع شعر ماري طلع متت. اي والله حبايبي اني نايمة نايمة. تعرفون شنو نايمة؟ يقولون شعلي بالرجال. حبوي يا رجال هذا جنين خاف خلق الصبور. يا ابوي حبه ماما طلعت فيها. مو موجودين. ليش مو موجودين انت؟ ليش وقفت وحدك؟ صاروا خرعتني. يا أنا أشبه جني. أوكو إحنا نايمين نايمين حبايبي. أتحدث لأنا شي أشبه مي. أنا أدخل الباب أرتاح. وأخيرا جبت ماء شباب. أركل جبت ماء من المطبخ. عباس بس والله خرعتني. بس ليش ما رحت برا ويا مرتضى وهذولا؟ حبايبي عباس اني مسويه هذا هاي اول مره. هذا شنو هذا؟ حاجب. حفي حفي اول مره. ايش قد يوجعكم؟ متت متت علاوي يقول له ظل على الجنه ولا صعد ماري. مطوع ماكو نايم. Guys, hi. صدق والله هلا مود هذا أني إني أحسن مني. وين موبايل مالتي؟ الله عليكم. ما لون حبي؟ وحدك ها؟ شنو؟ جوت شرباي بس يجي نطب جوت شرباي. لا والله خلي اروح بالغرفة مال ابني. سامو ضربني بوكس. اوقفوا وانا اكرا احلى راح اقعد من ديش الجهة احلى احسن. قوم قوم قوم
اعطيني بعطاني اني مباردة حبايبي صامو ضربني بوكس. انا حيق من هاي الجهة من حتى ما يشوفني خاف يجي لان تدون شنو الباب الباب بعيدة علي خاف يطب الجن الباب بعيدة علي. طيني باتو خما شارب. لا 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 سامو مو فتحت بث بارحة قلت لكم بعيد علي خاف هذه كلمة برا ماما الجنة تطالب عليك خاف خاف إلي إني يدخل ويصير علي ذكي حبايبي أنا الجنة إيزا ما لا عدل البسكت هذا مارلون يقولون بوكس بوكس والله ضربني بوكس قال روح يعني شو اسمه تشوفون وشي هذا شنو هذا لسه أنا أنزل أحسن من شيء أنا أنزل عباس ليش أنت مرتضى مرتضى ما هذا مرتضى جاي لا مرتضى الله عليك إذا اتجهت البيت ديت الشقة وياي الله يخليك ما هذا مرتضى يمكن إجي ما أدري لا والقرآن شفت أكو واحد بس ما أدري شفت والله أنت إذا شفت مو شفتوا أكو واحد هنا ورا الباب يدق بالباب كان اكو واحد هنا والله كان اكو واحد دق الباب هنا ما ادري وين راح خلي انا اقول لكم فات شغله حبايبي شلونكم خلي اقول لكم فات شغله احنا بالاستراليا يمن جهالي هاي شنو الشعر يا بويا يا بويا يا عباس يمكن انت مرتضى اقصد ايه انت مرتضى لا يمكن يمكن بزونة يمكن جوه طيب حبايبي خلي اقول لكم فات شغله احنا خلي نبدل الموضوع هسه اكو بسونه جوا يمكن ياو بس بس هولد حتى موبايل مال ماما نيوكا هولد تفضل خلي احكي عباس وردت لي حبايبي عباس احنا جهالنا يمن اسنونهم يوغا اسنونهم زين يوغا بالمدرسة معلميهم بلش اسمه بال you
مرتضى إذا أنت بالبيت بشرفك لا تشاقة، تبطل هذا الشقة مالتك. مشكور أنت إذا ظلت الشاقة مرتضى كان. والله شباب أشكر إنه مرتضى إجى ها، وما أدري مرتضى مدري مدري هو القرآن. هذا يخاف مرتضى الله عليك اذا انت اجيت البيت فلا ظل تسويك مشكور انت كان لا توقف قلبك مش ما ادري اكو حركه والله اكو حركه ما اكو واحد يتحرك ما ادري اكو حبايبي ها ماريا شنو ليش تخاف مو مقلق ورش ما أدري ما عب أصيح مرتضى صار ساعة ما حد يحكي صدق ما حد يحكي يمكن مرتضى يجي اتصل على مرتضى على الواتساب شوفي هو موجود هنا ولا لا ما يجاوب اتصل والله عليه بكت يجاوب turn on this light for mommy بس تليفون واحد ما أقدر أخبر بتليفون ثاني حسن هو مرتضى يا أنا وين بيان؟ ترى بخاف المرتضى إذا أجي البيت فلا يظل يخوفني. مرتضى. أنا يوم أشبه جني اليوم حبايبي ويا مكياج نمت أقف. ما أدري مرتضى هنا أنا والله ما أدري. وين مرتضى يا كن؟ اتصل علي شوفي هو ولا. ما يجاو. اتصل على حسن على مرتضى. لا بعد هذا مقلب مدى يجاوب هولد I thought he was about to fall, really fall. It's dark. No, Mama had a bad idea. Your phone is broken. Where is the phone? Yup. Oh God, Mama, thank you for doing that. Sabai. Sabai. So did you film me, Khaw? Hold this. Sabai. مرتضى بشرفك إذا جيت تظل سويت بشرفك مرتضى شرف منو فد وحدة لا مرتضى لا سوي خطية عباس يحب فد بنية yes good yes مرتضى موبايل بات غفور والله إيه بالغرفة ها. Look you put your case. اللهم كم غرفة؟ بسبع غرف. Seven. سبع. والله خطر. محسن بشرفك تسعر المرتضى تاجي البيت يظل يخوف فيه. ما يجاوبه. عندك رقم حسن؟ مرتضى شلونك حبيبي does that هاي. hold this only the light محسن يقول خذ من غرفتي قلت لك حبا انا اقدر اطلع من الغرفه حتى اوديك غرفتك لا I'm cold والله نسيت باب الغرفه مالتي وحدي ها لا hold it there. عباس ليش انت وحدك بقيت بالبيت جنين ما بي علاقة بالمفتاح يفتح الباب بالشسمه يجي
وليش اكو صوت؟ سمعت صوت والله كنت يعني. والله مرتضى روح فتح الباب شبيك ايش قاعد لا تشرب جيجاره هلق جني يحب ريحه جيجاره. اتصل عليه اتصل عليه والله من مرتضى يقولون مرتضى روح روح اتصل على مرتضى خلي 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 شو اسمه يتصل عليه محسن محسن بعد جای دوستمون خونه تنهاست بعد خونه هم مثلا 7 اتاق خواب داره مثل جنگلیه خب مثل فکر کنم خونه های شمال از این بزرگ ویلایا میترسه. عباس روح فتح الباب الله عليك. وش ما اقدر والله ما اقدر اكو صوت مرتضى اذا بشرفك لا تظل تسوي هيك بشكول ذمتك لا هذا مرتضى روح روح والله عليك والله عليك راح افتح الباب مشكور ذمتك اذا مرتضى ايه شبيك بخو سكته كرده قندش رفت بالا يا ايه مرتضى شبيك ذاك مرتضى اصلا شعره مبين هو نمله بالضعيف جني سمينه الجنيات يا الله يا فلق مرتضى لازم انتو يكون بيتكم كلش نظيف مو يجي مخربط خساله وملابس مال واقعه مرتضى لا سد لا سد والله مرتضى لا لا والله هذا شو اسمه مقلب مقلب عباس بس هواي عيب ها تحسه اتخاف خزتنا افتح باب ودن بس روح بس شنو افتح باب وشوف ايش يجي اذا يجي يقول افتح الباب افتح الباب هسه ها افتح باب يجي منو يجي هنا؟ مرتضى بشرفك الشاقة مرتضى؟ لازم يفتح تعال إذا مرتضى بشرفك تعال تظل تسوي هيك افتح افتح مرتضى والله هو نملة أنا أعرفه نملة أنا شفت مرتضى رحد هناك رحد هناك؟ مرتضى ورا الباب؟ كان هناك ابی فکر کنم دوستاش دارن یه بلایی سرش میارن تو یوتیوب پیاده میکنن اینا دو الحمام اشتغل واحد دو الحمام بسم الله الرحمن الرحیم ای خوف مامان یکل جنی جایه تعرفی شنو جنی مثل مامان اشتغل واحد دو الحمام As she's saying, Jenna, every time. Wait, is it for Jenna's house or is it... No, scared. I'm not scared. I'm... I just want to... Know Abbas, هوايعب. يقول, شو اسمه? احنا ما نخاف الله. I'm not even scared. يقول, احنا ما نخاف. بالعرب يقول لي. Abbas, الله عليك افتح الباب. وش ما اقدر افتح الباب. شو بيت? سمع الصوت. سمع الصوت. افتح باب وشوف يجي. ايه? شوف يجي. جني بس يساوي بوسه اي محسن بشرفك خابر خابر مرتضى قل له لن يسوي اذا هو لا يسوي شوف القران ما اقدر are they actually real ضغط مالي راح اصعد ماما are they actually real or fake because I think it's لا he is a boy I care you know what I would do if I was in that house يقولون اقرأ فاتحة ما تموتي عباس عباس فتح الباب الله عليك ما اقدر افتح الباب والله ليش ما اقدر افتح الباب عباس هو انت تحب البنية عيب هسه شنو عصابة okay so what is in his house ليش بيقول داري راس بيقول so what is in his house من يمدونا ماما what is in his house ما اعرف شنو في الهاوس مالهم يقولون جني جني يشبه ماريا ماما is not جن ناني it was one of Abbas friend خيلي ترسي it was a person عباس عباس عب والله هواي عب الله ماريا لا 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 سوي لا سوي say don't put that light on لا
يا فلق عباس ما تحب عباس عباس قبل ما تموتين حبيبي قولي الابنية تحبها جيب اسم ابنية والله كل شي تنسى ابنية لبنية مامي خمبرم دقا منو عل يقولون دلو عباس 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 نتشاقي نضحك يا عمري عباس حتى اذا اروح جوا الجرباي شنو يصير يا ده موت من الضحك اوفو حمزة عباس الله عليك قوم I think you went to get something to زين شنو يا سيدي انت ماخذ بنفسك صدق يعني قوم يلا قوم قوم فضحتنا سرفايف شو تقول قوم يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبالة لاحق علبث مال عباس عبالة لاحق علبث مال عباس صراحة لقيت خانس ونقعته بالماء بلكي صحصح وهاي ويلا قوم كامش انت خلت بروحك فرد نوم زعطوط قوم قوم وياك قوم طلعنا من البيت منك حضر ايش اسمه خايف نقعته بالماء قلت بلكي صحصح ها عباس بويا ما انا شاقي ما انا شاقي ايش بيك قوم ولك ما انا شاقي احنا جينا على مودك شنو انا شاقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف الحال اجواء طيبه شو قوم يجيك الجني قوم عبوي قوم بابا قوم قوم يعني انت عندك حسين عندك حسين ومحسن صورهم بعد لابس بوت وبجامه شو؟ انت ساك ساعة عندك بالباب؟ والله احنا صارنا ساعة عندك بالباب شايف فوق قبل قلال ساك وش مدريني؟ شو تسديت البث من هناك جيتك اصلا عبارة فاتح بث قوم 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 حبيبي وين؟ وين لحقوا في الشرطة؟ لا والله شايف قلت تاني؟ قال لي نردسن قال وين راديو من ساعة من نفته لك شفنا دورية بالطريق طفرنا طفرة قلنا لو تلحقنا لو ما تلحقنا صفطنا كملنا جيت تاني طيب دقيت الباب ضليت ادق بالباب ما ادري ساعة ونص ما فتحت الباب هسه بس مرتضى انا ما صفط السيارة جاي وياهم وانا جاي ارفع بالهوذا دلوني شلون يعرفوني يلا قوم قوم ما يعرفون السيارة عليك يلا ترى طبقوا والله والله شافوا يوم قاعد ياهو قاعد دقون انا قاعد طبوا عليه حطب طبوا عني هسه شو مدلغم حبوا ترى جينا على مودك مفروض تقولوا رحم الله وديكم زين جيتونا بالحضر انعم الله شو مغندب شو اش مدري يعني مو موجودين هنا بالبيت والله ما موجودين والقرآن ما كنا بالبيت هسه مو قدامك انا تتعلق بالبيت انا ميلينت انا ميلينت انا ميلينت ولك انا دقيت الباب حراره ترى صحيح هي مسكونه مو كذب مسكونه هاي بس قل لي انت خايف من الطابق الارضي انا قلت لك بس عوف الطابق الارضي وعوف الحديقه اكو شيء بعد شاكو ايش عندك بعد نزلت على الجوال ما نزل على الجوال خلي ولي لا تنزل جوا حبيبي دير بالك يلا لا تخاف احنا مكتوفه يقول لا تخاف احنا شباب والله والله اللي مس عباس بسوء يمسنا بسوء لا انت مو هم ما لهم علاقه الجو لا لا الجو 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 خاف جاي اشوف اللايف دير بالك خاف انت جني قاطعك تقطع عبال شيك تفلش امرع وجهك انت جني انا جني انت لوت انا لوتي خوش لا لا شو خيال وراك هذا؟ ايه
وانا كنت جني اصعد لايف. تعال هذا سد اللايف لو شنو عمي، احنا نعتذر من عندكم صراحة على هاي السالفة التعبانة، احنا ما نحكيها ابد ما نحكيها. بس شو تشلب عباس فرد نوم، قلنا له جايين بالطريق، شو تشلب فرد نوم ما ادري صار، والله ما ادري صار، ما اعرف هذا الفلتر اللي حاطه لي اياه صراحه طلع الخدود. الحمد لله والشكر، انا اشكر الامم المتحده واشكر هاي على هاي الخدود. ماريا انا جني ايه حبوا تجني من زمان فوق كيف يكتبون جني شباب ما جاب تعبان. Wait. والله هولد ذس فور مامي. شفت ايش بيت شفت ايش فيش خبصتينا خبص تدقين علينا تدقين علينا، مو قلنا لكم احنا بالطريق، وقلت خطية الولاد قهرت علينا، قلنا لكم بالطريق يعني دوريات قدامنا لا نقدر نشيل الموبايل لا نقدر نشوف ترى تسوي للعباس ميو ميو شكر يا ميو شكر باعي هذا البطل كله فرقته براس عباس. لا والله والله شوف 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 وجهك خطية كلش عيب. شتري 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 تعني من الدور ها دور على الجداحة بعد تشاق مشاك بعد تشاق والله ما شاق لك انت حاجتنا انا قبل جيتك خلي صيح مرتضى قولي لي انا يوم عندي مفتاح مال سيارة انا دقيت الباب شبيك بيش ساعة بيش ساعة تتعلق بالبيت طلعت واحد يقبل الباب طلعنا شقد اسنيور شقد منا شقد اسنيور منا عن هذا اقل شيء 40 دقيقة احنا طلعنا الساعة بثلاثة وعشرة وصلنا لك الساعة بثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة وشو تبي بعد مرتضى مفتاح مال سيارة مو لك بس بالإيداد بتوالد بالإيداد بالإيداد جيبوا مفتاح مال سيارة مال ماماني أنا عندي مفتاح مال سيارة غالي أنا على البيت وشو نهزم من جوك والله حباب حباب والله شي نهزم حباب لا بس عليك انزل مو جو هم كو جني قفا بيطلع لي جني بالثلاجة جديدة one of them go that way. شلونك مرتضى حبايبي ها ايه طالع شنو شاف اكو جني اكبر من مرتضى الدور ومرتضى يطلع جني بالاخير لا لا مرتضى انت كنت اجيت ورا الباب بالبطانية بالخولي ورا الباب لا لا تهزك لا والله مو عادي والله مو عادي والله العظيم مو يا الله لا والله والله خرب والله يفات شي بالبيت مالكم ايه ايه هذا جوانا ما ادري خلق يعني شنو جو مالكم اللي جوانا رجال كبير بالعمر وما نعرف عنه شي فاهمه الفيلا مسكونه مسكونه وانا شكيت ان الفيلا مسكونه للمرات بطراف الصبح لا عسى هو شعله بالبطانية ورا الباب ما أدري ما أعرف هذا جوزي مسلد جوزي مسلد قام يتخيل لا لا والله العظيم أطراف الصبح أطراف الصبح سمعنا صريخ سألت اللي بالبيت كلهم أبدا أعرف مين ما أدري والله العظيم وجعتهم مرة قسم بالله نايم والساعة بالسبعة الصبح زين يعني صدق قلبه راح سمعت واحد يجي جوه صرح آه يتحيل يعني قلبه راح بس صرخه قسم بالله مال واحد يعني جايده تشون بي هي جايده تشون بي تعذيب الذكاء زين قعدت الصبح قلت لهم منو كان يصرخ بالليل كذا تقول مو اني انا هسه محسن محسن راحه وجنيجه هذا بدال انا رجعت على مود عباس خفت عليه لا الله عليك والله لا تشذب والله العظيم يعني الرجال يخاف مو يخاف كل شيء يصير عمي شو شنو الجن مذكور بالقرآن ترى يا كل الناس ما الجن الجن مذكور جن مذكور بالقرآن مذكور ايش بيها يعني والله الإنس والجن يا هو والله سلام باتشات شو من دا جن هرف هذا عباس يجوز يعني ركوة جنة كلش طبيعي وما بيجن على سرطان
مرتضى بس شاح مال سيارة مالك وينه؟ أقول لك يعني تمو النار كذا صوني بالسيارة وين أهبيني؟ أنا يوم طالعين المول يوم طالعين الهاد يوم طالعين أنا سام الفندق يوم طالعين أنا سام البحر شبيش مال ماريون روحوا جيبوا مفتاح مال سيارة مال ماماني.